الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما من دليل على غنى الله عز وجل وعظمته وفقر الإنسان وحاجته إلى ربه أعظم من النوم. فالله عز وجل حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وكما جاء في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. بينما العبد مفتقر إلى النوم الذي يزيل إحساسه ويريح بدنه من التعب وعناء النهار، قال الله تعالى ممتناً على عباده: وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتاً، أي راحةً لأبدانكم وانقطاعاً لأعمالكم. والنوم هو انغمار وغلبة على العقل يسقط به الإحساس، ولذلك رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. وقد اختلف الناس أيهما أفضل، اليقظة أم النوم؟ أما النوم الكثير فهو مذموم، لأنه يورث البلادة والكسل وضعف العقل وغفلة القلب وقسوته، وهو سبب في تضييع الأعمار بلا فائدة. فهذا الذي نام ونام كثيرا قد فاته خير كثير. وبالمقابل، فإن السهر ليس بالأمر المحمود، لأن إدمانه ومدافعة النوم مضر بالبدن وسبب في سوء المزاج وانحراف النفس. والخلاصة أن من كان في يقظته وسهره ذاكراً لله عز وجل ومنبعثاً للعبادة وطلب العلم ومنشغلاً بتحصيل ما فيه نفعه ونفع أهله، فهذا يقظته خير من نومه، ويقظته عبادة بشرط أن لا يضر بنفسه وأن لا يعود عليها في حال يقظته بما قد يوبق دنياه أو آخرته. وإن نام لأجل أن يذهب عنه التعب والكسل والسآمة ويعود إلى عبادته وذكره وطلبه للعلم ويعود إلى تحصيله للرزق وهو في غاية النشاط وصفاء الذهن، فهذا نومه أيضاً عبادة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطبق
قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أعظم تطبيق. لا كما يظن البعض أن العبادة ما تكون إلا في أفعال محددة وفي أماكن وفي أوقات مخصوصة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حياته ومماته لله عز وجل، فكان يتعامل مع النوم كما يتعامل مع سائر العبادات، وهذا أمر يجب على المسلم أن يعيه وأن يطبقه في حياته. كان صلى الله عليه وآله وسلم يكره النوم قبل العشاء. من الناس من ينام في هذا الوقت ما بين المغرب والعشاء كي يستطيع السهر إلى الفجر. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك، كان يكره النوم قبل العشاء، وكان يكره الحديث بعدها، فما كان يسهر الليالي الطوال في مشاهدة منكر أو سماعه أو في خلطة محرمة، ولكنه كان يأوي إلى فراشه بعد العشاء، إلا في حالات معينة إن نزل به ضيف أو كان هنالك حاجة لبقائه مستيقظاً، فكان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. ومن سنن النوم أيضاً ومن آدابه أنه يستحب للمسلم إذا أوى إلى فراشه أن يتوضأ وأن يكون على طهارة، ويتأكد هذا في حق الجنب. فالجنب إن أوى إلى فراشه فإنه يستحب في حاله أن يتوضأ، ولا يشرع الوضوء للمرأة الحائض أو النفساء لأن حالها يختلف عن حال الجنب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أوى إلى فراشه طاهرا لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. هل لديك دين؟ هل عندك هم؟ هل نزل بك أو بأحد أحبابك مرض؟ هل تريد من الله تعالى أن يستجيب دعاءك؟ افعل ما جاء في هذا الحديث، ووالله قد جرب، وهو من الأمور ومن الأوقات التي يستجيب الله تعالى فيها للدعاء. إذا أويت إلى فراشك وأنت على طهارة، توضأ وضوءك للصلاة، ثم إذا استيقظت من جوف الليل أذكر الله عز وجل وسل الله ما تريد، فإن كان خيرا أعطاك الله تعالى إياه. ويسن لمن أوى إلى فراشه أو عاد إليه أن ينفضه بصنفة أو بطرف إزاره، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم من فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره 3 مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده. إذا من السنة قبل أن تأوي إلى السرير أن تنفض هذا السرير بطرف ثوبك 3 مرات اتباعاً للسنة، لأنك لا تدري ما خلفك بعدك على هذا الفراش. أما أذكار النوم والاستيقاظ من النوم فهي كثيرة جداً، وعلى سبيل المثال للحصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا اضطجع فليقل: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، فإذا استيقظ فقل أو فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. لا إله إلا الله. النوم أخو الموت كما قال عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يقول في القرآن: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالنوم أخو الموت، وأنت إذا أويت إلى فراشك هنالك احتمال كبير أن لا تقوم منه إلا إلى قبرك. فهذه الأذكار كان يقولها صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يتعامل مع النوم كما سبق كعبادة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أنه أمر أحد أصحابه فقال له مبينا له أدبا من آداب النوم، ألا وهو الاضطجاع على الجنب الأيمن. قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. هذه السنة. ولو أردت أن تضطجع على شقك الأيسر أو على ظهرك
فلا حرج ولا بأس في ذلك، ولكن السنة أن تنام على شقك الأيمن. ثم قل، وهذه من أدعية وأذكار النوم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك. تخيل رجل يذهب إلى فراشه للنوم يقول هذا الدعاء، يحفظه ويردده: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. إذن يجوز لك أن تضطجع على جنبك الأيمن والأيسر وعلى ظهرك، أما الاضطجاع على البطن فهذا أمر محرم. وللأسف من الناس من يقول: أنا لا أستطيع النوم إلا على بطني، ما يأتيني النوم. فنقول له: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل مثلك مضطجع على بطنه فغمزه برجله وقال له: إن هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل، وفي رواية أنها ضجعة أهل النار، فينبغي عليك أن تتجنبها وأن تنكر على من يفعلها. عباد الله، كما تقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعامل مع النوم كأنه عبادة من العبادات، وهذا ما يجب علينا فعله، وهذا ما يجب علينا فعله. فكان هديه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه أنه يقرأ الأذكار ويأمر أهله وأصحابه بذلك، فكان يحافظ على قراءة آية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يجمع كفيه فينفث فيهما ويقرأ بالمعوذات وقل هو الله أحد ثلاثا، ويمسح ما استطاع من جسده بيديه الشريفتين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في عدد من الأحاديث يقرأ قبل النوم، يعني وهو على فراشه يقرأ سورة الملك والزمر والسجدة وبني إسرائيل، سورة الإسراء، أربع من هذه السور التي أكثرنا لا يحفظها، كان يقرأها وهو على فراشه قبل أن ينام. وأرشد ابنته فاطمة وعليا رضي الله عنهما إلى أذكار يقولوها قبل النوم: سبحان الله والحمد لله 33، والله أكبر 34، قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإنها خير لكما من خادم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من حافظ على هذه الأذكار، أي تلك التسبيحات والتهليلات والتكبيرات، من حافظ عليها قبل النوم لم يأخذه تعب فيما يعانيه من شغل ونحوه. وهذا ذكر نبوي لمن يشعر بالإرهاق إذا استيقظ، ولمن يشتكي التعب في أثناء عمله، اذكر الله عز وجل بتلك الأذكار، والله عز وجل يعطيك ويمدك بالنشاط. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. إن الأذكار النبوية عباد الله قبل النوم وبعد الاستيقاظ منه كثيرة جدًا، قد ذكرها العلماء في مصنفاتهم كالكلم الطيب وكالوابل الصيب وككتاب الأذكار وغيرهم. ولو تأملنا في هذه الأذكار لوجدنا أنها تربط المسلم بربه برباط وثيق، وتحصنه من مكايد الشيطان. فكم من الناس من يشتكي من العين والحسد والجن والسحر ونحو ذلك،
وإن تأملت أحوالهم وجدتهم لا يذكرون الله عز وجل إلا قليلا، نسأل الله العافية. هذه الأذكار تجعل قلبك معلقا بربه عز وجل، فمن كانت تلك حاله عند نومه يقرأ هذه الأذكار وتلك الصور ويحصن نفسه، من كانت تلك حاله عند نومه يدعو ربه دعاء من لا يدري أيرسل الله روحه أم يمسكها، فكيف الظن به حال يقظته وكيف الظن بنهاره وليله؟ لا شك أن من يحافظ على تلك الأذكار كل ليلة سيكون مسلما صالحا يتوكل على الله حق التوكل ويخشاه ويرجو رحمته ويخاف عذابه. لا شك أن من يحافظ على هذه الأذكار والله لا بد أن يكون ممن يتعامل مع المسلمين بعدل وحسن خلق وإنصاف وبما يرضي الله عز وجل. ولكن كم من المسلمين منا من يحافظ على هذه الأذكار عند نومه وعند استيقاظه؟ كم منا من يعلم أبناءه عليها؟ إن المسلمين الأوائل كانوا يحافظون على هذه الأذكار وكانوا يحيون ليلهم بالصلاة وذكر الله والاستغفار. أما جاء عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفضل قيام الليل قيام أو صلاة داود عليه الصلاة والسلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. والمسلمون الأوائل كانوا يحافظون على شيء من هذا، إذ وصفهم الله عز وجل بقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فكانوا يقومون الليل فإذا تعبوا رقدوا وناموا. والنوم كما تقدم هو أخو الموت كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وللأسف فإن من المسلمين اليوم من لا يعرف وتراً ولا قياماً لليل، من المسلمين اليوم من تغفو عينه وهو يشاهد برنامجاً أو فيلماً، ومنهم من لا يعرف النوم كما سمعت ذلك بنفسي إلا على أنغام الموسيقى الحالمة الهادئة، ونسي أولئك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يبعث المرء على ما مات عليه. الملاحظ عباد الله أن الكثيرين منا يقدسون النوم وينامون الساعات الطويلة، لا من تعب ولا من حاجة للنوم، بل لغلبة الخمول والكسل عليهم وبسبب السآمة والضجر ولعدم وجود هدف لهم في الحياة. فأكثر الناس يعيشون ليناموا وليأكلوا وليشربوا وليتمتعوا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، لا هدف لهم في هذه الحياة. أما المسلم الحق فهو بخلاف ذلك كله، إذ هو منتج فعال في مجتمعه لا ينام إلا لحاجة جسده لذلك. وكم سمعنا من يسأل أخاه أو قريبه في البيت عن عدد ساعات النوم، كلما استيقظ نظر بعضهم إلى البعض كم نمتم اليوم؟ قال 5 ساعات، قال 10 ساعات. منهم من يفتخر أنه نام من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب وأضاع عليه العصر والظهر، ومنهم من يتحجج بقوله النوم رفع النائم رفع عنه القلم، فلا حرج علي إن نمت عن صلاة، وهذا ليس بصحيح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة. أنت لا تحاسب على نومك ولكنك تحاسب على فترة يقظتك، إذ أويت إلى فراشك الثالثة ونمت عن صلاة الفجر وعن صلاة الظهر، فأنت معاقب وأنت محاسب على تلك الساعات التي ضاعت في يقظة النوم كان أفضل منها. عباد الله، من كان في يقظته غير مشتغل بخير وربما خالط أهل الغفلة وتحدث معهم فضلاً عن اتيانه بالعظائم من الجرائم، فهذا والله النوم خير له. وربما كان نومه واجباً لأنه يتخلص بنومه من فعل الذنوب والخطايا، وكما يقول العوام
نوم الظالم عباده. فاتقوا الله عباد الله، وفروا إلى ربكم وعودوا إليه يغفر لكم ذنوبكم ويعمر بالإيمان قلوبكم وينصركم على عدوه وعدوكم. اللهم انصرنا على عدوك وعدونا يا رب العالمين. توبوا إلى بارئكم واتبعوا سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، فوالله ما الفلاح ولا الفوز إلا في تتبع خطواته والاهتداء بهديه صلى الله عليه وآله وسلم. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة المطهرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم ارحمنا ولا تحرمنا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان، اللهم وحد كلمتهم واجمع شملهم واربط على قلوبهم، اللهم واجعل قلوبهم على قلب رجل واحد بالإيمان واتباع السنة يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم توفنا وأنت راض عنا، واجعل وفاتنا على شهادة وطاعة وعبادة وعافية يا عفو يا كريم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغ بما يرضيك آمالنا. ربنا اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل ثأرنا وكيدنا على من ظلمنا وعادانا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.